يا بعد انا دبلته تمام. الاسراف الصادات حاولي مش كتير كبيره سواء كنا مقاوم كتير كبيره. نحن بالبدايه الناميه المتقدمه المتخلفه، المهم انه نحن سواءتنا مش كتير كبيره، كل دول العالم ما بيعرفوا صوت حيوي ابدا الا بحالات استطباب هذا تمام. نحن حكينا عن كل حد مثلا الجريب، الجريب ما في شيء اسمه انتي بيوتيك فيه، الجريب اشياء سبب له شو النام بيرحى تمام. بعدين بيجينا الفيروسات الانفلونزا والتاجيه وكذا. الجريب علاجه الاساسي عند الاطفال تحت السنتين فقط تنظيف الانف او بروفن تحت السنتين، مضادات الهستامين بتنعطى فوق السنتين، مقلدات ودي بتنعطى فوق ست سنين، المقشعات فوق السنتين. انا شخصيا بكره فوق ست اشهر استثنائيا وخطا فوق السنتين. طفل ليش طفل السن ما بيعدي الرضيع؟ لانه امبارح سيد قشع، طبعا شو عم بعطي مقشع بخدمه فيه تمام. بيجي نحن بنقول للمريض سيتامول وقطره ام، بتجي الام عم تقاتل ومعصبه، وبيجي الاب بيعمل مشكله، ابني عم يصوت طول الليل، عم يصوت ليش؟ لانه بصير عنده سرقه خلفي. وحتى من اعراض الجريب شو هو؟ السرعه. الجريب النزل الانفلونزا سموها ما شئتم، الثاني تنفس علوي، كله هذا فيروسي تمام؟ بساوي شوي حراره، بساوي شوي ساري، الولد بتعب ما بيحسن يرضى، نحن كلياتنا بنقرب. شو انتم لما بتقربوا؟ طفل يعني ما هو والله كله روسفليكس والتهاب هذا عشان نخلص منه تمام. نجي على الصادات واستطباباتها. عندنا الاموكسيسيلين او البنسلينات عفوا نحكي فيها، البنسلينات اما صناعيه او نصف صناعيه. اول ما اخترعوا البنسلين اخترعوا شو اسمه يا محمد؟ الحرب العالميه الثانيه كان بيركو مع بلاي علاج الجنود الالمان، شو اسمه؟ خبز عفنه كان عم يزرع مستعمرات، شافوا نزلت عفن نزلت منه اخترع البنسلين. ما تفرجتوا على بيبي في ظهركم؟ فهلينج فيلمينج مع بعض الاختراعات قصته معروفة كثير، صار سمعناها 50 مرة تمام. فهلينج فيلمينج قصص الاختراعات، يعني معظم الاختراعات صارت بالصدفة. هذاك طب التفاح على راسه، والثاني كان في البانيو أرخميدس كذا، يعني ما فهمانين بس الأخير الله سبحانه وتعالى بيسر الأمور بطريقة جدا بسيطة، يعني يصير الأمور بطريقة جدا بسيطة تمام. المهم البنسلينات هي بتأثر غالبا على الايجابيات تمام. منها بيجي اموكسيسيلين، بعد حطوا بعض اضافوا مع الاموكسيسيلين كلوفرينيك اسيد سموه اموكسيكلاب او اوجمانتين تمام. هدول اصناف البنسلينات، البنسلين بعدين الاموكسيسيلين او الامبنسلين، بعدين اجانا شو؟ الاموكسيكلاب مشاركات كلوفرينيك مع مشاركات. مشاركه جرعه البنسلين هي 200 على كيلو تقسيم 4 تمام. البنسلين مديد او ديبوس سيرلين بنعطى 600 الف وحده او 1,200,000 وحده حسب وزن الولد، اذا وزنه تحت 28 كيلو بنعطي 600 الف وحده كل ثلاث اسابيع عند تشخيص الحمى الرسويه، اذا ما بنشخص حمى ما بنعطي، وبنعطي اوبر مديده وشان هالحكي الفاضي وروماتيزم وهذا الحكي 100 مره حكي يعني خاطئ تمام. إذا عنده تحسس بنعطي صفة فيروسية. إذا عنده حمى رسوية شخصة، بنحكي على السريع معلومات بتعرفوها بس هيك على السريع، حمى رسوية مشخصة بنعطي مدى الحياة، إذا في إصابة قلبية، إذا ما في إصابة قلبية حدد بلوغ عند الطفل. وعندها معايير واحد كبير اثنين صغار أو اثنين كبار بتعرفوا هيك. جونز. ده رقص سيدنهام لوحده مشخص، هيك بتعرفوا. إذا كل ثلاث أسابيع بتشخص الحمى رسوية. في دراسات بتقول إذا أعطينا يمكن يلقاها، هي مجرد دراسة، يعني إذا كنت شفتوني عم بكتب ما هو عم بكتب أنا علمي مثلا أو غيره. تمام؟ وانا دائما القاعده دعوا افعالنا وخذوا اقوالنا تمام؟ بجوز واحد ما كنا زادسنا بالجامعه كان يقول لنا لا تكتبوا روسفليكس، روح عندنا على العياده يوصلنا روسفليكس تمام؟ العلم يؤخذ من منابعه مثل ما شايف، يقولوا خذوا اقوالنا ودعوا افعالنا. الشيخ بجوز يحكي على الزكاه وهو ما مزكي، ايش بدنا فيه؟ بس هو يقول قال الله وقال الرسول تمام؟ صوموا يوم عرفه وطلع من الجامعه شحن سيكارته مثلا ماشي، بس مو كلهم، بس خذوا اقوالهم. كذلك الاساتذه تبعاتكم خذوا اقوالهم. قد يكون افعالهم 100%، قد تكون 100%، قد في يكون استثناءات تمام. الفتوى على قدر النص ايام، يعني ايام مريض بيجي التهاب بيكتب له دواء زياده كذا، بجوز عم تشوف وصفه مثلا والله اخوه معه التهاب، كتبنا له قلت له التهاب لاخوه معه. المهم خذوا العلم من مناعه. لا انتم كلكم رح تحضروا استاجات من مشافي وعند دكاتره ثانيين، كلكم بتشوفوا شلون اسراف الصادات تمام. شو الواحد علم وهيك عنده زحمه وما شاء الله عليه، وقد يكون بيعطي ديكسا وبيعطي كورتيزونات، الحكي هذا بنعرفه. رح ناخذ علم من مناعه تمام.
المريض انا ما بدلي له لما بعطي دواء كيفه لما ولد مقرب عمره شهرين بس اعطيت انفستامول هاشته حتى نقط لوس على فكره ما بتفيدك ما في دراسات انه هل بتسيل وهل بنكتبه كله حكي فاضيه نحن بنقول ارضاء الاهل دراسات انه المتسيل وهدول كلهم بفي بفيد التدريع بس فقط حتى الاكل الام بنقول له دللي وكذا هذا الحكي كله علميا مو 100% فقط تدريع وإذا هو بكي كثير نعطي مسكن انفاكول سيميكول انتيستروبينات هلا مطلعينها في تركيا بلاكتاز اللاكتاز نفسه نعطيها الولد برتاح لانه بيسرع هضم الحليب تمام هدول كلهم بس ما حكينا على الصادات رجع على البنسلين حكينا 200 تقسيم 54 ضرب 4 يا جماعه الجرعه ضروريه وطريقه اعطاء مده العلاج احد اسباب فشل العلاج شو هي؟ العلاج غير كافي عدم التزام تشخيص غلط عرفت انا شخص سمعت اكتب دواء انا مشخص التهاب لوزات وكتبت دواء بياثر على السلبيات ما بياثر على الايجابيات معناته الاشياء سبب التهاب لوزات هو البيت العقديات تمام اذا اما التشخيص غلط او العلاج غلط او المده غلط او المطابعه غلط مثلا ما اعطيت 14 يوم اعطيت يوم يومين تمام او المحضر بحد ذاته فيه مشكله صدر ريحه تطولها بالشمس او خلص التزام او الولد عم بزقه عم بقول اعطيه 3 سنتي تمام اعطيه معلقه الصبح هي معلقه كلمه مقطعه نحن عندنا بالمعلقه هي من الشاي التركيه بتوسع 1.5 ملي يعني المعلقه تبعت السكر بتوسع 100 ملي تمام هي نحن شايفين كله بيجي معهم سنتي صار كم سنتي متر بالسنتي تمام هي الصادر طيب الامبنسلين كذلك نفس جرعه البنسلين 50 ضرب 4 او 200 تقسيم 4 بيجينا بعده مين الاموكسيسيلين من 40 يمكن نضيفه ل 100 بس 40 عاده كافي الاموكسيسيلين هو العلاج الاول في معظم الثنائيات التنفسيه العلويه ليش؟ اشياء سبب التهاب الوزير اقضيات تجاوز الوسطى تهاب رئه انتان دم طبعا على اللقاح نزل غالبا بعد سنتين ثلاثه بتشوفوا المراجع الجديده اللي بتخفر الاويات كان قبل اتشي فيول هيموفيل سنفلونزا حلال الاويات حلال الوقاح صار بخفر الاويات بعد فتره بعد كم سنه بتشوفوا الاويات راجعت كل هدول شو بيأثر فيهم؟ اموكسيسيلين اموكسيسيلين 40 جل 100 عاده بنعطي 40 تقسيم ثلاثه تمام ليش تقسيم ثلاثه واربعه واثنين واحد بتراوح وحيدة حسب الام اي سي نصف العمر تبع الدواء ضل فيه فعال تبع هو الجرسين الأدوية ما بنحط تفاصيل أدوية تمام؟ تمام نعطيه 8 ساعات ليش ضل زروة فعالة بيقتل جراثيم 8 ساعات بعد 8 ساعات تنزل تحت الزروة بتقتل جراثيم لا بنرجع نعطي جرعة ثانية ضل دائما على الحد الأدنى لقاتل الجراثيم تمام؟ الأموكسيسيلين 40% بعدين ضافوا لنا كلافونيك أسيد عشان ايش؟ عشان مقومات التهاب ضافوا معه كلافونيك اسيد كمان نفس الشيء لانه فيه اموكسيسيلين اعطي 40 ملي على كيلو يمكن زيادة يعني 100 تقسيم 3 تمام هدول الخط الاول بنسلين اموكسيسيلين كلافونيك اسيد خط ثاني خط اموكسيسيلين الكلافونيك اسيد مع اموكسيسيلين عن التهاب زاد خفيف التهاب زاد مستقى خفيف نعطي شو طبعا ثاني ها اموكسيسيلين اذا تذكروا لما حكينا اشياء سبب التهاب العود شو هو عند الاطفال في المدرسه فيروس وليس قيد حتى بيطلع عندي تقرحات ومشوا عنده فتحات لأن الفيزيوم ما في حالة عامله سيئة في أعراض تاني ولا واد أنا كتير بيجيني في تركيا ولد تمه مقرح وعنده شوية إسهال وشوية قريبة هذا انتان فيروسي نعم هدول أدينو فيروس بكون الشاشي ما بيكون عقديات ما زي مكتوب له خمسة مرة سفليس أو برتين يكون ميسين أو كذا تمام قد يكون فيروسي أنا مكتوب له مطهر بس شاهد ما يلقي الانتان الثانوي لا يمكن الوقاية منه بالانتيبيوتيك قاعدة ذهبية يعني اجى مريض عند محمد اليوم مقرب محمد سمع محاضرتي راح كتب له سيتامول وقطرة امخ فيزودلتا ولا الوالبيت بعد يومين راح عن شو اسمه دعاء راح عن دعاء بعد 3-4 ايام حرارته صارت 40 والولد صار عنده ثلاج حروري ما بتقول له وين كنت عتقلها دكتور نقط كلا لانه صار عنده كومبليكيشن صار عنده اختلاط بصير عنده قضية صار التهاب ذو الوسطى اشياء سبب اختلاط شو هو؟ التهاب ذو الوسطى بعد الكريم نعم تمام بس انا مو معقول اعطيها كل الاولاد انتبيوتيك ومع ذلك اذا بصير عنده امتحان بصير ده عنده من نقطة الصفر ايمت من لما بصير عنده امتحان ثانوي يعني انا عندي الحاسبة كمان بتساوي ذات رئة الحاسبة بيساوي التهاب الأذن الوسطى
مريض الحاسمة أنا بكتب له عندي بيجيني كتير فيتامين آ مع إنه مختلف عليه دول نامي وكذا يومين ولا لا شأن الإصابة العينية فقط ومسكر ستامول هو صلى الله عليه وسلم. يجوز بعدين ما يأخذ إنتاج تنفس يصير عنده زائد رئة واختلاط. بس ما أقول كل مرضى غطيهم ولأنه إذا غطيتهم ما راح يفيدني التغطية ما بتفيد. تبغوا يا جماعة طبعا في منطقي أنا بس أبدو كيف كل يوم معي 50-60-70 مريض بعد جمعة 5-6 منهم بيجون لهم طيبانين صار عنده حرارة 40 وكي يروح على المشفى قبل ما يصير الدم تمام عادي بيجي عندي مرة ثانية بعد هذاك الوقت إذا صار عنده بس نسبة 1-2% ممكن يبقى يصير عنده 90% بروحوا طيبوا وجيت على الحياة القريب جمعة هلا الطب مجانا 99% من اللي اجوا على العيادات بسبب القريب هذول ما بروح على الدكتور أصلا كان مع الصيدلي ما بعد تجيب دواء لحاله 4-5 أيام دواء واحد طيب تمام إذا الولد كثير ضاج يمكن يحن عليه بتحميل سيتامول بشرب سيتامول بس حد لو صار عندنا بزخ طبي نوعا ما او كذا وربما هو اخصائي الاطفال بعد شهرين ثلاثة اللي ياخذ دور اذا الولد ما عنده حرارة ثلاث ايام ما بيستعملوه بالمشفى بقول له اضطر ثلاث ايام في حرارة جيبه بس اعطيه سيتامول بالبيت سيتامول بنباع بالسوبر ماركت والبروفا تمام اذا ضل في حرارة مستمرة طبعا في اختلاج كذا هتجيبوه اسعاف يعني ما بنحكي انه والله بس حرارة ولد مقرب حرارته 37 38 ونص عم تطلع وصلت 39 ما بيستعملوه تكون يومين ثلاثة ما طار عود بشوفه بفحصه بحث كامل تمام اقول له والله نحن لسه على الولد شك قريب تمام الله بتشوفه بالعيادات الله بخمسة خمسة بروح مع العيادات شوفوا والله ايش عم بصير معه مسهر مرشح مقرب مصمت عيونه عم تمعه اذنيه عم يوجعه واسنانه عم يطلعوا وفي دودي كده دكتور والولد ماسك بسكويته وعم ياكل وامه اللي حاطه لتجيبه وين الولد عم بيلعب بالمور تمام هو كله شويه قريب شويه دود عنده يعني تمام دودنا انا ما بدير عليه وهي دير بالها عليه جبته على المشفى وهي بالاصول الاصل لازم تدير بالها عليه بنظافته الشخصيه عشان ما يصير معه هالمشاكل هذا لازم احنا نعلم المرضى الحكي الطبيب هو حكيم نعم تمام نعم من حكمه يعني بيعرف يعامل الناس ابتسامه جيده كذا ضحكه كذا ما هو والله يجي المريضة كما بصي انت بيجي خلاص تمام يعني الضحكه اذا كثير ضغط عليه بيمزح ما بده يسمعها بركي محلي طلعت عود الزوع حاله وتمشي ما بتنقع المرضى السوريين للاسف الشديد انا عندي جاي تركي بمرض الانتبيوتيكيات بقول له اكتب لك انتبيوتيك كل شيء للانتبيوتيك كل شيء للانتبيوتيك في ممرضه هون كانت تشتغل والله اتصالات في تركيا كل ما بمرض الانتبيوتيكيات دكتور قبلها اول تبع جابت لي الولد قلت لها مقرب قالت لي والحمد لله ما بده انتبيوتيك قلت لها لا ما بده بس تمول قالت لي الكويت السوري بيجي بالعكس إذا ما كتب له دواء التهاب راس بيرجع بالصدر الدكتور ليش ما كتب لي دواء التهاب؟ لا كمان ما تفوت معه تمام يعني هي الثقافة نحن نغيرها مع إننا عايشين جيران جنب بعض في ثقافة شعب بحب الأدوية بحب الأنتيبيوتيك الأنتيبيوتيك دواء ضار الدواء بشكل عام هو سم نعم بأثر على الجرثومة بيقتله معناتها شو هو؟ قاتل قاتل للخلايا تمام وما في دواء ما له سايد افكت في كم دواء بس تصنيفه الـ A بالحمل حتى تمام بقية الأدوية كلها إلى سايد افكت دوغماتين بسوي السال تمام؟ أدوية المنظمة للسكر بسوي فضع شهية أدوية الاكتئاب يا بتفتح شهية يا الماء بتفتح شهية السيروتونين صبايا بيقضوا جاني بعض نقص شهية تمام؟ صار ما في دواء ما له سايد افكت أول ما اكتشفوا أحد الأدوية المينوكسيدين كانوا يستعملوه لارتفاع الضغط عم استفادوا بسايد افكت تبعه وسووه لتقوية الشعر نحن السوريين المضاد الهستامين كلهم استعملوا بالملون والولد بكيس نحن في تركيا معنا شيء اسمه ملون بدرانين ولا صف موجود هون تجي الام بحجة انه ابنها مقرب عشان تاخذ مضاد الهستامين وتسقيها مش عارف قدر الامكان قال لي الوصفة يا ما هو دكتور الشاطر بتقول وصفة وتشوفها دواء دوايين بكفي طيب الألوغمانتين حكينا عليه 40% يمكن نضيف عياره مساوي 115 أو 218 اللي نعطيه مرتين تمام؟ بقى بنعطيه ثلاث مرات تعرفوا الإي سي الشرابات اللي بنعطيها بالتهاب الأذن الوسطى الفيحي تمام؟ التهابات الأذن الوسطى يا جماعة ما هي كلها فيحية وما كلها بدها أنتوفيليكا 90% مصري فيروسي يعني أي مريض قريب يمكن الولد إنه تحكه وتوجعه شوي هذا شيء طبيعي لو بصير عنده ارتخام بكل الأغشية المخاطية الموجودة منها بروح أنا في الأستاذ طبعا كل واحد قريب يمكن يشد ابنه ما هو التهاب الاذن الوسطى خمسه مره سيفليكس اذا ما شفنا اندباج واضح وتغير بده فحص شغل قيحي وكذا فرجع له الدكتور عجاج قال لي جاب كاميرا وروح عنده وفرجع له اياها جبت كاميرا اللي حضر شاف تمام نرجع للسيفالوسبورينات عندنا هون اربع اجيال قد ايه هون؟ واحد اثنين ثلاثه لا
بلا جيب لهم الجنين يعني دي له حساب الدماغ واحد كتب لي الدماغ الأول يعني متوسط يعني بلا خمسطعش يعني تقلب دماغ أولي بدي طبعا شو هيك يعني تمام تكلم عن الجيوب البلوبية الجيوب البلوبية هي بالجيوب الجيوب عدة جنين تمام إيش بس كلينات صب شباب جيل أول إيش مثال عليه سيفروكسين ثالث سفترياكسون هذا اشهر شيء بتضربه ثاني سفترياكسون سفترياكسون وفي منه الشرابات السيفروبلوكس هذول الانفكسيون الثانيه هذا او الامي تركيبته حكيت سيفروبوروكسين هذا الخامس ثالث رابع سيفروبوروكسين بيأثر على عدد الجوائب الزنجارية أكثر شيء بسيدهم وناس طيب هدول الصادات الحيوية نحن دائما نعرف نحط التشخيص لنعرفهم مثلا كان بسبب مزمار أشياء سبب له شو أسنان البرا عفوا الأتشي فيو تمام كان بسبب مزمار أتشي فيو تمام مستدمية نزلية مستدمية نزلية كيف يعني طبعا ما هذا شو نعطي نحن والمريض يكون حالي سيئة جدا وعشان نبدأ في الثالث بيأثر السلبية أحسن واحد شو هو تمام زاك لما جينا مريض تعب زاك اسمه بلقيش تغطيه ما بعمل دوري سيفروكسيل سيفروكسيل أسير على الإيجابيات هو شو جسمه زاك الدكتور اسمه حكيم يعرف العمل بس جيت زاك ليه عمره 6 سنين أشياء سبب شو هو رئوية مثلا أو ميكوب جاي رئوية شو نعطي إيجابيات هذا شو يمكن نعطي نعطي أموكسيسينين حالي عامل أسواء يمكن نعطي أغماكين حالي عامة أسوأ يمكن نعطي مثلاً السيفروكسين بالوريد بالمشفى طبعاً الجيل الأول السيفروكسين جرعته 40 مليار كيلو تقسيم 3 الجيل الأول والثاني 40 مليار كيلو كمان السيفاكلور السيفروكسين 20 على كيلو تقسيم 2 الجيل الثالث السيفترياكسون 50% إما بتحبوا جرعة واحدة أو تقسيم 2 تمام السيفوتاكسين 50 ضرب 4 و 200 تقسيم 4 تعرفون هذول الجرعات ما بصير السيفوتاكسين الكلافورام يعني 200 تقسيم 4 و 50 ضرب 4 بما ان روسيفليكس او سيفترياكسون 50% اما جرعه واحده او تقسيم 2 احنا عاده بنعطي اكثر شيء بالكياب الاذن الوسطى كياب الاذن الوسطى بنعطيه 1 سيرا بيضاز جرعه واحده اي هلا بقول لك هلا بك من الخطا الطبي الجسيم ان تشاركي اي دواء من نفس الزمره يعني واحد اجى توجعه معروض ما بتعطيه بروفين مثلا غيرها بروفين هذا جابني ودكلون ابو حسين كيف اللي بياخذنا الكليه جاي هون مرطوب كله رد كتبوا له ما في نون انفلاماتوري استرويد لك كيلو شيء 6 انواع مع بعض يعني طبيب دكلو مع فولتارين مع بروفين مع نابروسين انت ما مش حالي مش حالي لا ممنوع نشارك زمرتين دواء من نفس الزمرة سيفالوسبينيات هذا ما كنت جاهل طبعا ما كنت جاهل هلا نحكي عليها ليش نحطها نحن نحطها بالمشاكل هلا نحكي عليها بس حكينا احنا نشارك صادين مثلا صادين من زمرتين من عيلتين مختلفات هلا انا مثلا يمكن ولد عنده حرارة اشيكو ستامول مع بروفين حرارته عالية كل واحد يعمل بآلية بس ما بجيبكم تحميل ستامول مع شراب ستامول ما بعطيه باردكلون مع فولتارين تحاميل مثلا الا اذا نعطي مثلا قبل الصبح وتحميله مثلا وهي نادره يعني المريض ما عنده مطاوعه ياخذ دواء مثلا مرتين بس ما خليه يضرب قبلتين في اليوم يمكن اعطيه امسيين على ضرب قبل الصبح وبعد الضرب خذ شراب بس يعني فيها لبكه وميزه طبعا نادره بس اذا شفتوها مشاركه تمام عشان تعرفوا انه هي السبب تلاقوا مثلا مبرر اذا هذا الشهر تمام بس ما بتصير نشارك نفس الزمره الدوائيه اي دوائي تمام ما بعطي مضادين اكتئاب بنفس الزمره الدوائيه ما بعطي مثلا ديازبام مع ميدازولام ديازبام من بنزينات من بيزو بنزين ديازبام
تمام؟ معاك يعني يا هادي يا هادي تمام؟ واضحة الفكرة يا جماعة، ما بنعطي بندائما الشيء نعمل كيف مصنفها السفر الأسبوعينات خلصناه هون تمام. ايه السفر الأسبوعينات حكيناه هون، لازم يا جماعة دائما نعرف إما نعطي الدواء نختار الدواء المناسب الأكثر مناسبة للأهل تمام؟ ابني بزي الدواء ما هو بسلطة بنعطيه بر بس تمام؟ ما في ولد ما بزي الدواء تمام؟ بس يمكن أعطي إذا الولد مثلا حالته العامة شوي سيئة عنده خياءات أو ولد فعلا عنيد ميكرو ما بيشرب دواء، إذا احتجت لأنتيجوتيك أعطيه إياه إنجكشن عضلي أو بولي تمام؟ نعرف نعطي الدواء مثلا المناسب. السيفروكسين مثلا طعمته كثير مرة الطبيب ليش؟ لأنه هذا حبيبات بيلبسوها مغلفة بشيء حلو يعني. هي شو بنعمل فيها هي المركبات بتكون؟ هي مباشرة بيشرب بعدها الولد مي، لأنه بس ضلت في تمه انحلت وعطت مرة، مباشرة بننبه نقيم على هدول المركبات اللي بتكون ملبسة مغلفة مباشرة لازم يشرب بعدها مي، لأنه أول ما يشرب بحس بشوية طعم حلو، إذا ضلت في تمه ثواني بصير علقة مبزقة مباشرة، نعطيه مباشرة بعدها مي. الحديد نعطيه دائما نفكر نعطي بعده مي ليش؟ عشان تصفق الأسنان. هدول القصص لازم نكون واعيين عليها. ما هو معقول والله يجي ولد بعد شهرين اثنين وكله صفر وسود، ليش والله يعطينه حديد نسيانين منه؟ طبعا هي بالمهام كمان مين لازم يقولها؟ الصيدلي كمان. هدول لازم ما تنسوهم دائما يا جماعه. طريقة الإعطاء نختار الدواء المناسب حسب تمام؟ وبكتب كان هذا ليش اسمه الأزيترو ماكس مثلا، كان اجى اول ايامنا شغل فايزر حقه 1000 ليرة ايامنا، كان موظف راتبه 1000 ليرة كمان لراعي الحالة الاقتصادية للمريض حكيم تمام؟ نعم واضح؟ يعني ما بعطي والله دواء غالي كثير والمريض ما خرج يشتري ما رح يجيب الدواء ما رح يجيبه تمام؟ يعني ما بكفي له طبعا. ما إذا اضطريت طبعا دعاتي، بس يمكن ألاقي بديل بسعر أرخص. طبعا أنا دكتور بعرف الأسعار وبعرف المنتجات، هذا امتياز أمريكي، هذا امتياز فرنسي، هذا شغل وطني، هذا شغل عزاز، هذا شغل حلب، كل واحد له سعر تمام؟ يعني بقول دائما الاغلى هو هي القاعده اللي عندنا اياها الاغلى افضل هو الفعال او تمام؟ يعني انا دواء قريب كذب 10 مره سيفليكس بينما يمكن بتحميل سيتامول المريض الطفل ينام وتنظيف انف ويرتاح واضح؟ مو انه والله اعطيته اغلى الماكروليدات ميزتها كلهم بيشتغلوا على الجدار الكلوي الا ليش؟ في جراثيم ما له جدار كلوي نضطر نعطي فيه الماكروليدات مثل ايش؟ المفروض الميكوبلازم اللوجينيلا تمام. هذول ما له جدار كلوي، اذا اعطيت 100 انتيبيوتيك بيشتغل على الاكمانتين وكلافورام وسيفليكس وما بعرف ايش ما رايد فيه ليش؟ اذا بتشوفونا بنتانات ما شافي نحن دائما بنشارك الازيترو مع انتيبيوتيك كواليتي ليش؟ خاصة إذا الله عاد ينطق في إيزاف إيه عملتك ونحط له أزيترو كمان شفناه الله يكرمه تمام؟ شفناه المحصلة بالحواضن؟ خرجية السورس لا خرجية السورس ضفة تمام؟ ليش؟ لأنه قد يكون لكم لازم قد أعطيناه انتيبيوتيك بتشوفها ما تحسنت واضح؟ إيش كنا بحكينا بالصادات أمينوغلوكوزيدات أمينوغلوكوزيدات والهدول لا تنسى السمبيرة عصبية تقول لا كنا نحكي على السيف الماكروليد بس نغطي فيه للنموذجيات بس لا بيفيد لا تمام بيفيد بالكابلوزات بيفيد بالبايت بيفيد بالإيجابيات السلبيات لا ننسى السالمونيلا يا جماعة دائما حفظوا تقريبا كل شيء علوي إيجابي كل شيء سفلي سلبي يعني مثل إيش عندي التنات معويات نحكي عن التنات معويات التنات معوية إيش سبب التنات معوية شو هو أدينو فيروس التنات معوية شو تعرض المريض خرجناه كتبنا له شيء غير زين كيلول يعني استمول وجيكوراز وبوز مؤمنة دائما التنات معوية حتى التنات معوية إذا مثبت بزرع البراز طلع عندي سالمونيلا ما هو استطباب إعطاء صادات إلا في حالات إذا الطفل مدمغ أو عمره تحت 6 شهور أو عنده أذية مناعية نقص مناعة هذول ثلاث استطبابات إعطاء الصادات في الإنتانات الجرثومية المعوية يعني أنا ما بعطي أي طفل أنا عملت زرع براز وسالمونيلا طلع إذا ما عنده كيفية طبعا سالمونيلا بزرع براز ما بعطي أنا شو اسمه ما بعطي أنتيبيوتيك في الإنتانات المعوية إلا يكون عندي طفل تحت 6 شهور أو حالته العامة سيئة أو عنده غواز مناعة هذول بعطيهم أنتيبيوتيك ده الشيء غير الاستثناء بعطيه مباشرة ليش بسبب حرارة أو بسبب اختلال طبعا بس عمر فوق السنتين
شي قلنا سلم لنا شو هدول؟ سيارة كبيرة. ما تم نعطي شي أوغمانتين؟ لا هذا مستمين؟ هذا تم نعطي باكتريم، سيفتابياكسون، زيناز، أوزيناز، سيماكس، سيفكسيم يعني أو باكتريم، سيبروفلوكساسين هذا هاي نرجع تحكي عليهم هدول اليوم نعطون في دراسات نعطوا عند الجروب نحن ما بنعطي في دراسات تعطيها احنا ايش فوتوكسيسيتي ما بنقول على السيبروفلوكساسين كينولات هي اسمها كينولونات ما بتنعطى بتاخذ بتعرف ليش بس على ظريف النمو يمكن في دراسات حديثه انه يمكن تنعطى اذا واحد شاف في مرجع الله بده يعطوها تمام والله في طبيب قال لي طفل عمره 6 سنين قلت له ما بتبقى لي لا بدك عرفت في شيء الله بس يمكن نعطيها نحن بتفيدنا بايش موضع لا دكتور بس التهاب المستقل اهم قطره خفيف يمكن نعطي التهاب عيني تشوفوا القطرات العينيه في النعم موضع يمكن نعطيها بس جهازي في دراسات بتعطوا بس انا شخصيا ما بعرف ما دام في خيارات اخرى تمام ما بنعطيها ال ايش هو يمكن كمان انترنت البولية الانترنت البولية هي غالبا اشع شيء جرثوم السلبي كمان نعطي دواء الاشعه هو بيستعمل يورانتا او ميكروكونتوريت او يمكن نعطي هلا صرنا نستخدم اكثر هو السيفكسيم السيفكسيم او السيفكسيم اسمه العلمي السيفيم اسمه التجاري هلا الباكتريم هو بيعطي مركبات السول بلاتنس هو الباكتريم الباكتيريا ايش تركيبته؟ ما بدي اسالك عن تركيبته. سيدو معلش انا ما فهمت.